على النأي بالدين عن المعارك السياسية. هذا يحبه الله ورسوله. نريد دولة تلتزم بالقانون والدستور. السلطة البلدية هي تحقيق لصورة كاملة في القرآن اسمها سورة الشورى. إن الدولة العصرية لا تدار بالإيديولوجيا. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن بحسن خلقكم. أيها النهضويون، أنتم قوة للدولة، هذه دولتكم، ليس لكم دولة سواها. تونس دخلت عالم جديد، عالم وأمرهم شورى بينهم.